السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد، حلقة مهمة جدا لأهمية الموضوع، الملالي وحرب الإبادة. حرب إبادة كيماوية اتبعها الملالي لتطوير أسلوبه القمعي. يعني الأسلوب القمعي ده كان أسلوب قديم قوي، يعني أولد فاشن شوية، فهو النظام ابتدى يلجأ لعملية التدمير الذاتي. نظام طهران يلجأ للتدمير الذاتي، هجمات للحرس الثوري الإيراني، وتم الاعتراف بيها في إطار حرب الإبادة للشعب الإيراني، ولكن خاصة للفتيات وحركة مهيسة أميني. الانتفاضة بيقوم بيها الشباب الإيراني بنسبة 70% من المكون هو من الشباب، والشباب هو الوقود للثورة اللي موجودة من شهر آخر سبتمبر الماضي، ولكن هي ازداد عنفها أكتر في أكتوبر ونوفمبر. وبالتالي الهجمات اللي حصلت دي هي إحدى وسائل الملالي وما يمثله من أزرعه القوية، وهو الحرس الثوري الإيراني، للقيام بعملية تدمير ذاتي داخليا. الموضوع بأكتر من يعني أسلوب، لكن اللي بيأكد الكلام ده معارض إيراني من داخل إيران، من داخل طهران، أدلى بتصريح لإيران انترناشونال، وقال إنه النظام والحرس الثوري استخدم عدة أساليب في خلال الفترة الماضية، الخمسة والستة أشهر الماضية، كإحدى أساليب النظام الملالي لإيقاف الثورة والشباب بأي طريقة. فكان بيوجد الوسائل والأساليب لإحداثها، وإن هي تكون غامضة، ولكن هي أساسها ضرب الشباب لوقفهم. وفي نفس الوقت هي إحدى ممارسات الأسلوب الملالي والحرس الثوري، إحدى الوسائل القمعية للتعبير عن غضب الملالي لإيقاف هذه الثورة. لكن في نفس الوقت في شيء غريب جدا بيحصل، ان احنا ممكن نربط حالات التسمم والإبادة الكيماوية اللي هي داخل ايران. ايران بقالها حوالي اسبوع تقريبا حالات تسمم في المدارس، وخاصة للفتيات، مدارس اللي هي يعني المرحلة الثانوية دي بيتم استهدافهم، لان هم دول الوقود للثورة. الاستهدافات طالت مدن كتيرة جدا إيرانية، حالات التسمم واللي تم نقلهم من المستشفيات للعلاج تعدت المئات اليومي، يعني يومي مئات، وإنه عربات الإسعاف لا تقوم بدورها طبعا لتوجيهات الحرس الثوري. ولكن في شيء غامض جدا حصل في خلال الفترة الماضية. في بداية الشهر الماضي، بداية فبراير الماضي، كان في حادث شهير جدا في مدينة أوهايو الأمريكية. الحادث ده كان نوع من أنواع التدمير الذاتي في أمريكا، يعني عملية إبادة كيماوية حصلت في أوهايو الأمريكية. فهنا بنلاحظ إن في حكومات أمريكا ونظام الملالي بيقوموا بعمليات، في تحول حصل للحكومات. التحول ده إنه في بعض الحكومات بتقوم ببساطة كبيرة جدا لعملية وضع للتدمير الذاتي، إنهم بيقوموا بعمليات داخلية الغرض منها إن هو بيبقى حادث شيء عادي جدا، ولكن هو عملية تدمير ذاتي. تصاعد أزمة التسمم اللي موجودة داخل إيران، وإنه يعني بيقول إن هو تسمم وهو مشتبه بيه يعني، لكن طبعا هو مش تسمم، هي عمليات ممنهجة قمعية استهدفت تلميذات إيرانيات، والعمليات تتصاعد، وخاصة الأحد أمس. وأقرت السلطات الإيرانية بقصف أكثر من 50 مدرسة في موجة من الحالات المحتملة للتسمم وضربات كيماوية. الهجمات دي كلها شنها من الآخر الحرس الثوري، والموضوع ده تم انتقاما ل يعني الاجتماعات المناهضة للحجاب. يعني في اجتماعات حصلت للتلميذات وللطلبة أو للطالبات، بمعنى أدق للطالبات، لأن مهيسة أميني اللي ماتت على إيد الحرس الثوري والبسيج دي فتاة توفت نتيجة التعذيب والقمع. فبالتالي الفتيات هم اللي بيعايزين إنه ينتقموا أكتر من الشباب نفسهم، يعني الفتيات أكتر، خاصة كمان إن الفتيات إن هم يشعرن بعمليات القمع من ناحية ارتداء الحجاب، الـ يعني العمليات الضرب في الشوارع لو مخالفة الحجاب،
يعني امور كتيره جدا يعني تستشعر الفتيات الايرانيات بان هم في قمع كبير جدا، قمع جسدي، قمع نفسي، قمع يعني بكل الوسائل. ان هم يعني يستغلوا يعني وفاه مهيسة اميني للثوره اللي قامت من شهر سبتمبر الماضي. هنا هجمات الحرس الثوري هي إحدى الوسائل للانتقام وقمع هذه الثورة. يعني حركة مهيسة أميني ده يعتبر حادث أوجع النظام الملالي والمرشد والحرس الثوري، وإن هم فشلوا في مواجهتهم فقاموا بفعل الإبادة. يعني اللي احنا شايفينه ده هو فعل إبادة. وفي الحقيقة أنه حالات التسمم وحركة واللي هي حرب الإبادة الكيماوية اللي بدأت تزيد وتيرتها من الأسبوع الماضي وحتى منتصف الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، الأمر ده أوصل نتيجة لاعترافات الفتيات في المستشفيات من شعورهم نتيجة عمليات الكيماوي والتسمم دي، أنه تأكد ليهم أن هم عنده يعني الأمر ده بث فيهم روح الخوف في السكان كلهم على فكرة، مش في الفتيات بس، يعني الأهالي والناس كلهم استشعرنا بعمليات الإبادة الجمعية. يعني شافوا أن الأمر ده مش تسمم، دي حرب كيماوية بيتم إطلاقها وقصف المدارس بيها، مدارس الفتيات والتلميذات، والغرض بيها بث روح الخوف والرعب لدى الشعب. فبالتالي الفتيات لا يقومن بالاحتجاج نهائي، يعني الأمر ده مش هيتكرر. فده نوع من بث الرعب بنفوس الشعب الإيراني المتمثل في الفتيات بصورة أخص. الهجمات الكيماوية دي تتواصل على مدارس الفتيات في إيران، والنظام بيفرض قيود على المعلومات، ولكن التسريبات كلها بتشير أن الحرس الثوري هو المتورط بهذه الجريمة باعترافات في الفترة الأخيرة في خلال الـ 24 ساعة الماضية بوجه أخص. ولكن هنا في معارض إيراني شهير جدا اسمه أبو الفضل قدياني، ده طبقا لروايته لحديثه لإيران انترناشنال، إن الراجل ده قال إنه بيتهم اتهام مباشر للمرشد والنظام الملالي بصورة مباشرة، والحرس الثوري التابع للنظام لأنه هو الأداة المنفذة للقمع المباشر تجاه الفتيات بالوقوف كلهم وراء هجمات المدارس وحالات التسمم وحرب الإبادة الكيماوية، والحكومة وإعلامهم هم وراء ذلك. يعني إيه إعلامهم؟ يعني إحنا لما بنشوف حرب الإبادة الكيماوية لازم أن يكون في إعلام بيغطي، فالإعلام كله الإعلام والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين الإيرانيين التابعين للنظام كلهم شنوا حملة بحاجتين اتنين. أول حاجة أن هم وجهوا اتهام للشعب أن هو إزاي يوجه اتهام للنظام أن هو يقوم بكده، ده النظام ده حبيبكم، انتوا ازاي تقولوا يعني ازاي تقولوا تفتروا بالكذب على النظام ان هو يقوم بعمليات قصف كيماوي لاباده الشعب، ان عمر النظام يعمل كده. الاسلوب الثاني اللي استخدمه نفس النظام عبر ابواقه في الاعلام والصحفيين والمسؤولين في الصف الثالث والرابع، ان هم ابتدوا يتخذوا اسلوب ان الصاق التهمه باجهزه استخبارات غربيه، وطبعا اكيد هيوجهوا الاتهام في خلال الساعات القادمه للسعوديه بوجه اخص. قبل ما تطلع التصريحات انا بقول لك هتتنقل على طول ان هو هيقول لك ان الحرب الكيماوي دي والتسمم ده ان احنا بنوجه الاتهام دي وراها اجهزه استخبارات. هيبدا بقى ممكن بقى الثلاث والاربع يوجه اتهام يقول لك ان اجهزه استخبارات لدول جاره، بعد كده يروح الحرس الثوري على طول يروح هو على طول اللي ايه ضرب كرسي في الكلوب بيقول لك السعوديه. تيجي بقى على اخر الاسبوع الخميس او الجمعه والسبت الجاي بالكتير قوي هتلاقي على طول تطلع التصريحات ان احنا قبضنا على شبكة وكلهم تابعين للسعودية وان هم اللي قاموا بحرب الكيماوية دي. لازم هو ده اسلوبهم، مش هيتغير. احنا مش بنقول يعني شيء خارج الصندوق، لا، ده الطبيعي بتاعهم، قمعهم واسلوبهم المتطور حرب الإبادة. هنا النظام بيلجأ لاخر كارت ليه وهو حرب الإبادة. لما تشوف ان في نظام بيلجأ لحرب إبادة تعرف ان النظام ده مش افلس، لا، النظام ده ان هو بيذهب الى السقوط بنفسه. يعني النظام الملالي يذهب الى السقوط بنفسه. ليه؟ لما نظام يعني نظام حاكم يصل لدرجة الإبادة القمعية، ده يريد ان هو الشعب يقوم عليه وان هو يعلقوه على اسوار طهران.
ما هو مفيش حكومة تفعل بشعبها هذا إلا الحكومات اللي هي وصلت لمرحلة من الكفر السافر. يعني الحكومة الأمريكية لجأت لي موضوع أهايو ممكن يكون نوع من الحرب، حرب الإبادة، لأن هم شايفين إن دي من إحدى الأدوات لإن هم السكان يقلوا. يعني أهايو كلها بتفرعاتها يعني تم تسميمها كيماويا، يعني شرب وأكل وكل شيء، يعني أوهايو كلها يعني تعتبر شبه يعني الحياة فيها تعتبر تكون مستحيلة. فبالتالي إن دي إحدى أساليب الحكومات لحرب الإبادة، إنهم عايزين، لكن يعني النظام في أمريكا هو عايز يقلل السكان أو عايز، لكن في إيران لا، الموضوع مختلف، حرب الإبادة، لأن هو شايف طبقا لرواية أيضا أبو الفضل قدياني، هو بيقول كده، بيقول إنه الحرس الثوري يعني النظام الملالي والمرشد هم وراء الهجمات المستمرة خلال أسبوع تقريبا على كل المعارضين وخاصة التلميذات. بيقول إنه في ملحوظة إن عشرات، بيقول كده يعني ده اللي أنا قلته لكم تقريبا في بداية الحلقة، إن عشرات الأحداث اللي هي شهدتها البلاد في إيران منذ نوفمبر حتى الآن هي إحدى وسائل انتقام الملالي باستخدام أزرعه القوية، العصا الغليظة، الحرس الثوري والبسيج للانتقام من التلميذات والثوار الفتيات. انتفاضة المرأة الإيرانية ومقدمتهم طبعا الفتيات، قال أبو الفضل إنه ده اعتقاد راسخ في ذهن الملالي وفي نفوسهم، إنه القمع للتجمعات في الشارع يجد إن هو يعني فرصة للانتقام لتهدئة روح الملالي الشريرة. ده أبو الفضل قدياني هو اللي بيقول كده، معارض إيراني كبير من داخل إيران. الراجل ده أعتقد إن هو قتلوه النهاردة يعني بعد الكلام اللي قاله امبارح ده. يعني دي بيقول لك إن دي فرصة كويسة جدا لروحه الشريرة إن هو ينتقم، يعني هو عشان يهدى نفسيا، عشان ياخد يعني مهدئ، المهدئ اللي بياخده النظام الملالي من الويل اللي شايفه في خلال الخمسة أشهر الماضية، إن هو يقوم بعمليات قمع بسيطة، شوية حرب إبادة كده كنوع من المسكن لروح الشريرة، يعني موت له 10,000 تلميذة ولا 15,000 تلميذة، وإن هو يبث روح الرعب في الشعب، والشعب لما هو بيترعب ويخاف هو كده بيهدى ويستكين. فدي إحدى وسائل التهدئة، يعني بياخد مهدئ يعني. فده استهداف صحة الفتيات أو استهداف صحة المواطن واستهداف يعني الصحة الجسدية والصحة العقلية والنفسية وسلامة الطلائع الشخصية، دي تزعج الملالي، فبالتالي لازم ان هو يقوم بإبادة كل اللي انا ذكرته ده. ده هو النظام. يبقى النظام هنا يعني شايف ان هو عشان خاطر يقدر ان هو يكمل شوية فلازم يكون في حرب إبادة كيماوية ضد الثوار والفتيات لبث الرعب فيهم. نظام طهران لا يجد نفسه يعني لا يجد نفسه ان هو شايف نفسه ان هو يعني قادر على البقاء إلا بأسلوب جديد، وهو التدمير الذاتي. بيقوم بالتدمير الذاتي باستخدام هجمات كيماوية استخدمها الحرس الثوري في حرب إبادة لفتيات إيرانيات. الواحد ابتدى يشك إذا كان النظام الملالي الحرس الثوري هم إيرانيين فعلا ولا لا. أعتقد إن هم مش إيرانيين. حفظ الله الجميع، أسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه.